انتهت فعاليات مهرجان السماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16 على مسرح سور الشمالي. شارك في المهرجان 30 من الفرق والدول المختلفة. على مسرح السور الشمالي اختتمت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16 في أكبر ملتقى دولي لفن السماع. في ختام مهرجان السماع الدولي دورة 16، والحمد لله الدورة دي يعني كانت رائعة بكل المقاييس، إقبال جماهيري، فرق متنوعة، ثقافات مختلفة. الفرق السنة دي مختلفة الثقافات بتشارك معانا، وفي فرق لأول مرة زي التترستان، ثقافة مختلفة. الحقيقة هذا المهرجان أثبت أنه رسالة سلام حقيقية. يشارك في المهرجان 30 من الفرق والدول المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، وتأتي ضيف شرف المهرجان دولة الكونغو برازافيل. الحمد لله رب العالمين أن هذه هي المشاركة الثالثة لنا في هذا المهرجان، مهرجان سماع، وهو مهرجان دولي يعني ذاع صيته في جميع أنحاء العالم وأخذ صبغة العالمية، ونحن اليوم سنقدم عرضا خاصا بنا بتراث الجزائر. كنت متابعاه على البيج بتاعته على الفيسبوك، وطبعا حابه جدا كنت احضره من الاول، بس لقيت ان اخر يوم في يوم الختام هيكون جامع فنانين كتير وكل الفرق اللي فاتت، فكان يوم كويس اني اخد الموضوع كله على بعضه يعني النهارده. وانبسطنا لما قعدنا نصلي على حضره النبي، كانت جميل. كنت اتمنى ان ينهوها بالبدايه بتاعتها وكلنا مع بعضنا، كانت حاجة حلوة وربنا يتقبل مننا. المهرجان يقام تحت شعار رسالة سلام إلى العالم، بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافي والحضري، بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة من خلال فن السماع.